مساء الخير، اهلا بحضراتكم في كل الزوايا مع ساره حازم. يتظاهر العربي والغربي ضد مجازر الشيطان. حين استوى في الارض خلق الله كان العدل صوت الله، كان صوت الله في الاديان، فتوحدت في كل شيء صوره الايمان، واضاءت الدنيا بنور الحق في التوراه والانجيل والقران. الله جل جلاله في كل شيء كرم الإنسان، لا فرق في لون ولا دين ولا لغة ولا أوطان. خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر البديع على سماء الحب يلتقيان. العدل والحق المثابر والضمير هدى لكل زمان. كل الذي في الكون يقرأ صورة الإنسان، يرسم صورة الإنسان. فالله وحدنا وفرق بيننا الطغيان، فاخلع ثيابك وارتحل وارحل وعارك في يديك، فالأرض كل الأرض ساخطة عليك. الأبيات اللي احنا قلناها دي كانت جزء من قصيدة للشاعر الكبير فاروق جويدة عن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش. والحقيقة أنها صالحة برضو للنهاردة بدون أي تغيير لنتنياهو. يعني نقدر نقول إنه الأسماء تعددت والقصيدة واحدة، لأن الجرم واحد.